Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va voir le cours de routage statique. Alors, le routage. Donc, qu'est-ce que le routage? Le routage. Alors, le routage, c'est un processus par lequel un élément va être acheminé. Un élément, c'est un élément PC. PC1 par exemple, je veux l'acheminer dans l'autre réseau, les OA PC4. Mais, alors, mes chitos, même PC1 et PC4, le même réseau, le même segment. D'accord? Il y a un réseau, par exemple, si besoin d'avoir le réseau LAN 1, c'est 12 LAN 2. Alors, si 12 LAN 1, LAN 2, c'est ce qu'on appelle le routage. D'accord. Alors, le routage, c'est ce qu'on appelle le routage statique. D'accord. Alors, le routage statique. Le routage statique هو انني كندخل لي روت ولا كنبروغرامي لي روت مانيولمون كندخلهم مانيوال سا فو دير سور لو روتور مي مانيوال انا اللي كنختار الروتور كنوري له الطريق من عيدوز دوك لي دوني اللي عندوزو مثلا ما بين بي سي 1 و بي سي 4 انا اللي كنوري له الطريق من عيدوز فوالا كدا هو سكو نابيل لو روتاج ستاتيك داكو. Alors, tout d'abord, on chauffe à faire comme PC1 et d'abri ce matin, on s'arrête par exemple, le ping, ou la trame ici une P, ou la paquet ici une P, mais bien PC1 ou PC4. Alors, on chauffe à faire comme le routage, je n'y ai pas. Voilà. Donc, normalement, nous avons paquet tracer. Voilà, alors, Anna, par exemple, Brit, on s'arrête avec un ping, avec PC1 ou PC4. Voilà. Une chose, enfin, comme la simulation de le paquet, alors, qui m'a dit, on dit, normalement, Aïvchim, avec PC1. Switch, alors la trame dit switch un routeur 0. Alors un routeur 0 li kan brindouza normalement c'est 12 un routeur 1 باش تقدر تمشي لين لان 2. Donc ma كدوش normalement هنا في كتانولا. علاش هنا كتانولا؟ alors هنا كندخلوا عفاكم الروتور ديالي normalement ندخل الروتور ونشوف شاو. Alors نعمل enable. On a mis le conf, on a mis le show IP route. Show IP route. Alors, normalement, on a mis le Windows PC1 ou le PC4. Je vous m'aille à faire compte. Alors, le PC1. Alors, le PC1. D'abord, on a dit à faire compte le PC1 ou AD. Yak, l'adresse dialogue, je vais le الوغ لادريس ديالو هي 10 الوغ هي 10 10 0 0 0 فوالا هي الوغ عندي 10 0 0 1 هادي هي لادريس اي بي ديال بي سي 1 مزيان باش نصيفط بي سي 4 عندو لادريس 172 0 172 16 0 4 فوالا. Donc, alors PC1, je n'ai qu'un, alors qui compte un doigt à faire comme dans la vidéo, c'est comme la data. Donc, on a l'adresse IP source ou l'adresse IP destination. Alors, l'adresse IP source, je n'ai qu'un, il y a 10.0.0.1 ou l'adresse IP destination, on a 172.0.4. Voilà. Donc, le
بيسي نورمالمون اولا هاد الروتور ملي كتوصل له كيوصل له الترام هنا فهاد بهاد اولا باكي بهاد بهاد لي دوني هادو في لادريس اي بي سورس ديالها هو 10001 لادريس اي بي ديستيناسيون هو 1716.04 كيمشي يشوف هو لادريس اي بي ديستيناسيون كيمشي يشوف هادي ها كيمشي يشوف هاد لادريس اي بي ديستيناسيون هادي كيمشي يشوف لادريس اي بي ديستيناسيون اذا كان لادريس اي بي ديستيناسيون كاين عنده في لا طابل دو روتاج دونك غنمشيو عفاكم نشوفو في لا طابل دو روتاج الوغ لا طاب دو روتاج كتلاحظوا هنايا في الروتور 0 لا طاب دو روتاج ما كاينش شي ادريس اللي عندها 172.16.04 اذا لاحظتوا هنايا ما عنديش شي ادريس اللي كتنتمي يعني ما عنديش شي ادريس ريزو اللي نورمالمون كتنتمي ليه هذا الادريس 172.16.04 اذا لاحظنا هنايا ما عنديش ها هي عندي هنايا الريزو 10.0.0.0 يعني لي ديريكتومون كونيكتي عندي جوج ديال لي ديريكتومون كونيكتين هذا الريزو اللي كيعرف هذا الروتور هذا هو عندي 10.0.0.0 ها هي سلاش 8 ها هي وعندي هذا الريزو هذا اللي هو 192.168.1.0 ها هي دونك هو بالنسبه ليه ما كيعرفش هذا لادريس 172.16.0.4 ما كيعرفش فين غادي يدي هاد لا طرام اللي كتوصل له ما كيعرفش فين غادي يصيفطها ها تفهمنا دونك انا شنو خصني نعمل خصني ندخل هاد الروتور هذا اللي هو روتور 0 ونعرف له هاد الريزو اللي هي الريزو اللي ما كيعرفهاش اللي هي هادي اللي هي الريزو 172.16.0 هو بالنسبه لي له هاد الروتور هذا كيعرف هاد لي دو ريزو هادو اللي هما كونيكتي له هو 10.0.0.0 و 192.168.1.0 تفاهمنا دونك انا خصني ندخل نورمالمون هذا الروتور هذا ونقول له خصك تعرف هذا الريزو اللي هو 172.16.04 ولا جاتك شي باكي شي باكي اللي في لادريس ديستيناسيون ديالها واحد لادريس كينتمي لهذا الريزو هذا 172.16.04 ها من عند دوزه مثلا عند دوزه من عند الانترفاس هذا اللي هو سيريال 020 تفهمنا دونك باش نعملوا هذه العمليه هذه دونك كندخل للروتور وكنعمل الوغ كونف تي كنقول له اي بي روت الوغ اي بي روت كنقول له عرف لي لادريس 172.16.0. تاكدوا عافاكم 16.0.0 سلاش اولا كنعملو 255.255.0.0 هذا هو الماسك ديال هاد الريزو ومن بعد كنقول له مين عادي دوز باش تعرف هاد هاد الريزو هذا يعني اذا جاتك شي شي جاك شي باكي نورمالمون فيه لادريس ديستيناسيون ديالو كينتمي لهاد الريزو هذا يعني عدوزو من سيريال 0/2/0 تفهمنا فوالا دونك كنعملو اونتري وكان خروج فوالا دونك اكسيت الوغ دابا دابا نورمالمون اذا مشيت عفاكم الباكي ديالي اولا مشيت الروتر ديالي وعملت شو اي بي روت شو اي بي روت كنلاحظوا راه تزادت هنايا واحد لاغوت غوت ستاتيك اللي نورمالمون كيعرف كيعرف من خلالها كيعرف الريزو 172.16.0.0/16 فهمنا ومين يعني اذا جاتو شي باكي من هاد جاتو شي باكي اللي لادريس ديستيناسيون ديالها لادريس ديستيناسيون ديالها واحد لادريس كتنتمي لهذا الريزو هذا هو 172.16.0.0 عادي دوزها من من هاد من هاد الانترفاس اللي هو 192.168.1.0 اللي هو سيريال 020 فوالا فوالا تفهمنا فوالا دونك دابا احنا عملنا هاد عرفنا هاد الريزو من هاد الروتور هذا يعني دابا هاد الروتور هذا رجع كيعرف نورمالمون هو بار ديفو كيكون كيعرف لي ريزو لي مكونكتين ليه اللي هو 10.0.0.0
وعندي 10 192 واحد صيرو هذيك عارفها بار ديفو، ولكن انا زيت وقلت له اعرف هذا الريزو هذا اللي هو 172 16 00 تفهمنا مزيان. دابا نشوفوا عفاكم نعملوا عفاكم السيمولاسيون ديال هاد الباك البينغ ما بين بي سي 1 بي سي 4. دونك غادي نشوفوا عفاكم اول حاجه راه كيوصل كيتمشي من بي سي 1 كدوز السويتش، السويتش كيدوز عند الروتر 0. الوغ الروتر 0 نورمالمون دابا في هذه اللحظه هذه كي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو، كي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو ها كي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو وكيمشي يشوف ها كيمشي يشوف ل كيمشي يشوف لا طاب دو روتاج. الوغ في لا طاب دو روتاج كيمشي يشوف نورمالمون شنو عنده في لا طاب دو روتاج. الوغ لا طاب دو روتاج ديالو هي هادي، كيمشي كيجبر مثلا هو قلنا عندنا لادريس ما جا لادريس اي بي ديستيناسيون هي 172.16.04 كيمشي باقاش هنا على 172.16 نورمالمون 00 كيجبر هاد 04 كتنتمي لهاد الريزو اللي هي 172.16.00 فوال سلاش 16 فوال. اذا فين عادي فين عادي ديها عادي ديها ن ن عادي يصيفط هذاك لو باكي لهاد الانترفاس هذا اللي هو سيريال 020 فوالا. دونك هنا ما عاديش انولي هاد ما عاديش انولي هاد لو باكي، دونك غادي يصيفطو من سيريال 020 فوالا. دونك نشوفو عافاكم، دونك ها هو صيفطا غيصيفطا 020 لي بحد ذاته غيصيفطا من روتور جوج روتور واحد. الوغ روتور واحد كيما كتلاحظوا شنو غادي يعمل؟ حتى هو غادي يمشي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو، غيمشي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو ها يمشي يشوف لا طاب دو روتاج ديالو ها هو. الوغ شو اي بي روت، الوغ شو اي بي روت كيجبر مثلا في لا طاب دو روتاج ديالو عنده 172.16.04 في لادريس اي بي ديستيناسيون. الوغ 172.16.04 في لا طاب دو روتاج ديالو كيعرفها ها هو فوالا. دونك في هاد الحاله هادي الوغ غادي يصيفطا نورمالمون السويتش، دونك كيعرفها حيتاش علاش غيدوز السويتش حيتاش كيمشي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو. هو كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو كيجبر مثلا 172.16.04 كتنتمي لهاد 172.16.00/16 دونك يعني كونيكتي لي لو فوالا. دونك كي سردا السويتش والسويتش نورمال بحد ذاتها كتسردا البي سي 4 وبي سي 4 دابا في الغوتور. الوغ في الغوتور بي سي 4 عادي ترجع دابا نورمالمون في الغوتور عادي بي سي 4 يسردا السويتش 1 السويتش 1 يسردا الروتر. ولكن بلاتي عفاكم هنا في مثلا دابا تقلبوا يعني لادريس بي ديستيناسيون دابا رجعت هي 10.0.0.1 تقلبت هنايا ها رجع دابا يعني في الروتور يعني دابا لو باكي رجع يعني لادريس بي ديستيناسيون غترجع هي 10.0.0.0. دونك هنا نورمالمون غترجع لادريس اي بي لادريس اي بي destination هي 10.0.0.1 فهمنا. الوغ دابا كي هاد الروتر كيمشي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو كيمشي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو نشوفوا عفاكم واش كيعرف تما شي 10.0.0.1 واش كاينه شي ريزو واش هاد لادريس هادي كتنتمي شي ريزو هنا فوالا. نورمالمون ما كاينش ياك. الوغ هنا شنو غادي يعمل؟ الوغ نورمالمون كي انولي داك الباكي كي مسحو فوالا كيتانولا فوالا. دابا خصني نورمالمون عفاكم نجي لهاد الروتور هذا اللي هو روتور واحد ونعمل له وندخل له نورمالمون هاد عرف له هاد الريزو اللي هي 10.0.0.0. دونك غنقول له اي بي روت نقول له عرف لي 10.0.0.0
سلاش 20 سلاش 8 اللي هي 255.0.0.0. يعني فين عادي من عادي تعرف هذا الريزو هذا؟ يعني جات اذا جاك شي باكي كي في ادريس اي بي ديستيناسيون ديالو ضمن هذا الريزو اللي هو 10.0.0.0، لوحوا لي في او لا صيفطوا لي عبر سيريال 0.2.0. فوالا فوالا، دونك سيريال 0.2.0. الوغ هادي خصني ندخل نورمالمون الكونف تي، عاد نعمل هاد اي بي روت دونك 10.0.0.0 255.0.0.0 سيريال 0 سلاش 2 سلاش 0. فوالا، دابا عافاكم غادي نمشيو نجربو بينغ. الو غادي بينغ من بي سي 1 لبي سي 4. الو غنشوفو عافاكم، دونك سويتش 0 روتر 0 كنا كيكونسلتي لقد الروتاج ديالو كيجبرها كاينه، كيمشي روتر 1 روتر 1 كيصيفطها نورمالمون سويتش، سويتش كتمشي لبي سي 4، البي سي 4 كيرجع السويتش دابا في الروتور، روتور واحد دابا شنو عيب شي كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو، لا طاب دو روتاج ديالو نورمالمون يعمل شاو اي بي روت، الوغ تو شاو اي بي روت كيمشي كيجبر نورمالمون 10.0.0 قلنا 10.0.0.1 دابا هي الادريس اي بي ديستيناسيون، دونك يمشي يشوف كيجبر مثلا ها هي 10.0.0.0 يعني هاد 10.0.0.1 كتنتمي لهاد الريزو هادي اللي هي 10.0.0.0/8 فين من عاد يدوزها من السيريال 0.2.0. فوالا غيدوز من السيريال 0.2.0 فوالا عاود دوز من السيريال 0.2.0 روتر 0 كي نورمالمون كيمشي حتى هو كونسلتي لا طاب دو روتاج ديالو كيجبر نورمالمون هاد 10.0.0.1 راه كونيكتد ليلا، هو كاين هنايا طاب دو روتاج ديالو 10.0.0/8 ولا 10.0.0.1 كتنتمي لهاد الريزو اللي هي 10.0.0/8 يعني كونيكتي ليلا صافي كيسرد البي سي. لاحظوا هنايا عطيني ساك ساكسيسفول ابي ان سويتش 0 سويتش 0 ان بي سي 1 ساكسيسفول. اذا ها هو داز عفاكم داز الروتاج ما بين بي سي 1 و بي سي 4، يعني دابا بي سي 1 رجع كيقدر يبينغي على بي سي 4 سون بروبليم. مزيان، دابا ندوزو عفاكم نشوفو دابا هادي شفنا عفاكم هادي الروتاج ستاتيك سوغ اي بي IPv4 alors sur IPv4 دابا نزوعوا عفاكم نشوفوا sur IPv6. alors sur IPv6 normalement دابا نشوفوا عفاكم sur IPv6 دابا بالنسبه لIPv6 عندنا PC1 alors 2001 A 2.2.1 هذا هو يعني هذا هو الريزو ديال 2001 A 2.2.slash هذا هو نورمالمون الريزو ديال لان واحد اللي عنده IPv6 هو 2001 2.A 2.2.64 وهنايا عندنا 2001 2.B 2.2.64 وهنا عندنا 2001 2.C 2.2.slash 64 هادو هما لي ريزو لان اون اي بي في 6. نورمالمون كندخلو الروتور، الوغ الروتور زيرو نورمالمون راه ما كيعرف لي نورمالمون غير لي كونيكتي ليلو يعني غير هاد 2001 ا 2.2.64 كيعرف لي 2001 2.بي 2.2.64 ولكن ما كيعرفش 2001 2.سي 2.2.64 ما كيعرفهاش الروتور زيرو.
دونك غادي ندخل روتور 0 غندخل روتور 0 ياك ندخل روتور 0 وغنقول له عرف لي كونف تي وغادي نقول له عرف لي الاي بي عرف لي الريزو ديال 2001.2.2.7.2. يعني عرف لي هذا الريزو هذا ها فهمنا دونك غادي نعمل اي بي في 6 اي بي في 6 روت اي بي في 6 روت بعدا كندخل كونف تي نقول له اي بي في 6 روت روت كنقول له عرف لي 2001.2.2.7.2.64 ياك منين عادي يدوز باش غادي يعرفها من السيريال ها من السيريال هذا هو اللي هو سيريال 020 سيريال 020 صافي فوالا دونك هو كيعرف دابا نورمالمون اذا مشيت وعملت اي بي الوغ اكسيت او عملت تو شو اي بي في 6 اي بي في 6 روت الوغ كنجبر نورمالمون راه كيعرف 2001.2.2.6 هاي دونك يعرف هذا الريزو هذا تفاهمنا فوالا وبالنسبه للروتر واحد لا ميم شوز ندوزو الروتر واحد وغادي نعمل له اي بي في 6 روت اي بي في 6 روت ريزو دابا في الروتر 0 الروتر واحد نعرف له هذا الريزو اللي هو 2001.2.2.0 دونك 2001.2.2.64 من عادي عارفه باش عادي باش من عادي عارف من عيدوز باش عادي عارف هذا الريزو هذا من هذا الانترفاس هذا اللي هو سيريال 0 جوج 0 دونك سيريال 0 جوج 0 فوالا وكنعمل فوالا ما تنساوش عفاكم تعملوا اي بي في 6 اي بي في 6 يونيكاست روتين هادي خصكم تكونوا عملتوها في الاول يونيكاست كاست روتين باش ايتو سبينغ فوالا دابا ولا مشينا عفاكم من هنا وعملنا دو شو اي بي في 6 روت غادي نجبر ان هذا الروتر هذا راه كيعرف الريزو اللي هي 2001 ا 2001 ا ها هي 2001 ا 2.2.64 هي كيعرفها بالروتاج ستاتيك هي اس ستاتيك صافي فوالا دابا عفاكم نجربوا عفاكم بينغ ما بين بي سي 1 وبي سي 4 و اون بي في 6 دونك كنجينا هنايا الو كنعمل بينغ 2001 2001 2.c 2.2. مثلا هذا عنده 4 ياك اونطري كنشوف بينغ واش غادي يدوز ولا لا الوغ غنعمل الرويل تايم ونجرب بينغ فوالا هو دايس فوالا فوالا ها بينغ دايس يعني دابا رجع هاد الروتر هاد الروتر زيرو كيعرف جميع لي ريزو اللي عندي في هاد لا توبولوجي يعني كيعرف الريزو ديال 2001 ا 2.2.64 وكيعرف الريزو ديال 2001 2.b و 2001 2.2.6 كيعرفهم كاملين وحتى هاد الروتر واحد رجع كيعرف لي ريزو كامل فوالا وهيدا عفاكم كنكونوا سالينا الروتاج الروتاج ستاتيك اي بي V4 ou IPv6.